حديثة دار الرئاسة بكل المقاييس، اعتداء غاشم وعمل إرهابي مدان. وعندما لا تعود لقدسية المكان ولا الزمان حرمة، لا تعود للأرواح حرمة، ولا بد من دق ناقوس الخطر، وتصبح عندها كل قطرة دم تسيل على الأرض اليمنية بمثابة دعوة مدوية صادقة لتحكيم العقل والضمير من أجل سرعة إيقاف حالة العنف والمعاناة، وفتح نافذة أمل للوطن والمواطن ليتنفس السعداء وتعود إليه الحياة لتدب من جديد في جسده المثخن بالمعاناة. نترحم على كل الشهداء ممن فقدوا أرواحهم وسالت دماءهم عنوة على ساحة الوطن، وندعو لجميع المصابين بالشفاء العاجل. المسألة في اليمن داخلية يحلها الوطنيون الشرفاء والمخلصون في السلطة والمعارضة وخارجهما ومن بينهم، وأصبح من الضرورة والمفيد العودة إلى الحوار المجدي والجاد وسرعة العودة إلى المبادرة الخليجية ووضع آلية تنفيذية مضمونة وفاعلة يتفق عليها، وسرعة سحب فتيل الاحتقان والمواجهات وتنقية الأجواء لتحقيق الاستقرار المطلوب وإحداث التغيير المنشود خلال مرحلة انتقالية محددة يعد خلالها لدستور عصري مدني ديمقراطي يكفل الحقوق الإنسانية والمساواة للمواطنين، وقانون انتخاب والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة. وفي الأخير كلمة شكر وامتنان لا بد منها، أتقدم بها بعد الله لدولة المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على استضافتهم الكريمة ووقوفهم إلى جانب إخوانهم وتوفير العناية والرعاية الطبية للمصابين الذين يتلقون العلاج في مؤسساتها الطبية الحديثة، وهذا ليس بغريب على مملكة الخير.